أستاذ ناجي، دائما نتحدث مثل ما ذكرت شارسكي، ذكرت الكاتب والروائي، دائما إسقاطات الكاتب والروائي مختلفة عن باقي الناس، وتقرأ ما بين السطور، ودائما نقول بأن النصوص ميتة يحييها القارئ. هناك معركة الكرامة عام 68، كيف ينظر الروائي والكاتب ناجي الناجي لهذه المعركة؟ ما أهم تفصيلاتها؟ ما هو أهم الحديث الذي يجب الآخر بأن يسمع هذه المعركة؟ يعني ربما أهم ما جاء من حكمة أو من خلاصة في معركة الكرامة هي الأجواء التي جرت بها هذه المعركة. كانت هناك أجواء حزيران تخيم على المنطقة، كانت حرب الاستنزاف على أشدها، ولكن كان أيضا هناك يعني زهو ما من قبل الاحتلال بما جرى في عام 67. لذلك كان الصمود الأسطوري الأردني الفلسطيني في معركة الكرامة كان إعادة إحياء لفكرة أن الأمر لم ينتهي بعد، وأن المعركة لم تنتهي بعد، وربما حتى صدفة أن تسمى معركة الكرامة نسبة إلى بلدة الكرامة كانت هي حقيقة كذلك، عندما كان الفلسطيني والأردني يدا بيد في مواجهة هذا البطش المطلق الذي كان وقت ذاك، والذي يعني ظن بين ليلة وضحاها أنه يستطيع أن ينهي ما تبقى من آمال عربية. الصمود الأسطوري الذي كان موجود، الروح القتالية العالية التي تحلى بها الفلسطيني والأردني في معركة الكرامة، الذود عن الحدود الأردنية من الجيش الأردني. الحقيقة أن الدفاع كان عن فكرة ولم يكن على الأرض فقط، كان عن فكرة أن العربي قادر على البقاء وعلى الصمود، وأنه قادر أيضا على النهوض رغما مما حدث من قبل.